نحو 190 مليون كيلو متر مربع من مياه المحيطات في العالم غامضة تماما، لا يوجد له رسم خرائطي ولا يمكن تحديد مستويات قيعانها. الأمر الذي حث مؤسسة علمية يابانية بالتعاون مع منظمة المائية الدولية ومنظمة اليونسكو على تنفيذ مشروع يدعى سيباد لإعداد خرائط لقاع المحيطات، وذلك بالاستعانة ببيانات تجمعها غواصات وسفن تجارية وسفن صيد خلال بعثات استكشافية. وتستخدم الخرائط الطيبوغرافية في فهم كيفية نقل المحيط للحرارة حول العالم، وهو ما يعتبر مكونا بالغ الأهمية في رصد التغييرات المناخية وتحديد أنماط موجات المد العاتية أو تسونامي ومكامن المعادن غير المعروفة. نعرف عن سطح القمر والمريخ أكثر مما نعرف عن فنائنا الخلفي، وهذا شيء نعمل فيه في القرن 21 على تصحيحه. نحن لا نسعى من أجل الربح ولكن من أجل العلم. وبحلول عام 2030 يتوقع الانتهاء من خرائط تغطي 93% من مياه المحيطات. وفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي، فإن اقتصاد المحيطات سيسهم بما يصل إلى 3 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي بشكل مباشر مع انتهاء مشروع سيباد، مقارنة بمبلغ 1.5 تريليون دولار في عام 2010.